إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه آخر وقفة معنا في هذه الجلسة المباركة، جزاكم الله خيرا ونفع بكم في دعوة إلى الفرح، أن لا تتفكر فيما مضى عليك من المصائب والمآسي وانس الماضي، فإن الله ذكر الماضي فقال عفى الله عما سلف، وقال عن الأمم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إخوتي، هنا داع عندنا وعند كثير من الشباب الذين أقرأ رسائلهم أو يتصلوا بي أو بغيري ممن يصيب بالقلق ويفكر في الانتحار، عشافان الله وإياهم. أكثر ما يأتيهم أنهم يتذكرون الماضي والأخطاء التي وقعت لهم والمعاصي، حتى يعدد أحدهم كل يوم يقول كل يوم أنا أجلس وحدي أتفكر فيما فعلت من المعاصي والذنوب والخطايا، ثم أنهد باكر وأفكر في الانتحار، وهذا لا يجوز. التوبة تجب ما قبلها كما قال صلى الله عليه وسلم، أما علمت أن الإسلام يهدي ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. أبشركم أن ذنوب العباد ليس مني بل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل من الحديث الصحيح عند الترمذي أن الله يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني، بشرى لكم أسوقها وأنتم سمعتم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، اللهم اغفر لنا وسامحنا جاوز عنا يا رب العالمين، عفى الله عما سلف. أرجوكم يا إخوة، من مات له ابن أو بنت أو فارق زوجة أو انهدم له بيت أو أصابته خسارة مالية فلا يفكر، انتهى الموضوع، انتهى، هو في ميزان الحسنات لا تعيد، عليك أن تنسى هذا كأنه ما وقع، عفى الله عما سلف. لن يعيد الحسين حيا بكاء وعويل نصبه في المآثر. هل حسين بن علي الشهيد ابن الشهيد رضي الله عنه عن أبيه وعن أهله، هل يعيده البكاء والمآثر؟ هل منحات تعيد الحسين بن علي؟ جاءوا برأسك، يقول لن يعيد الحسين حيا بكاء، لن يعود حي بالبكاء، وعويل نصبه في المآثر. زار قبان يقول مرحبا في الثانية، مرحبا يا عراق، جئت وغنيك وبعض من الغناء بكاء فجراح الحسين، بعض جراحي وبصدري من الأسى كربلاء. والصحيح أن الحسين لما قتل، اسمع الجاهل لما قتل أتى يكبر برأسي عند يزيد وكبر عند بني أمية، قال أحد الشعراء من المؤمنين أهل العلم والإيمان، جاءوا برأسك يا ابن أنت محمد بهذه السهولة، رأس بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، رأس الحسين بن علي كان يقبل صلى الله عليه وسلم فمه، يقبل فم الحسن، يقول هما ريحانتين من الدنيا، أتوا برأسي وضعوا عند عبيد الله بن زياد، الله يجازيه ما يستحق، هو الذي أمر بقتله، الله ينتقم للأمة الإسلامية من عبيد الله بن زياد، فوضعوا رأس الحسين فأتى بالخيزران حسيب الله عليه فيضعها في شفايف الحسين بن علي وفي أنفه، فقام الصحابي أبو برزة وبكى في المجلس، قال ارفع عصاك، ارفع عصاك والله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فمه هنا ويقول إنه يحبه اللهم حبه، هما ريحانتين من الدنيا، فبكى الناس. فيقول الشاعر جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل، أنت بيت من بيت النبوة، يكبرون قتلوك هم قتلوا التكبير والتهليل، فرضي الله عنه وأرضاه. المقصود أنا نحب الحسين وأنت والله والحسن وعلي، لكن هل البكاء والمآتم والنياحة والتعلق والغلو يعيدهم أحياء؟ لا، هذا أمر غير شرعي. سنتين في عالم التاريخ مفقودة، جنازة حسين ومثلث برمودا، جنازة أنا نسب إلي في إحدى الصحف اللي قلت مثلث برمودا، هذا ليس بالصحيح لم أقوله، وسوف يأتي الاعتذار غدا هذا بالصدر، هذا كلام ساقط متهافت، هذا ابن جدال نعود له. سنتين في عالم الأحياء مفقودة، جنازة حسين ومثلث برمودا، لأن جنازة حسين ليس معلوم رأس الحسين أنه هو رضي الله عنه، والظاهر في العراق، لأنه الآن جعلوا له جنازة في العراق وجنازة قبر في مصر، وقبر في مصر في موضع في العراق في موضعين، وصحنه في مكان قال بعض أهل العلم أن الله غباه عن الناس حتى لا يتعلق به، فالله أعلم أين مكانه، أسأل الله يجمعنا به في جنات النعيم وبجده وبأبيه وبأمه. فمن بيت النبوة تناولنا هذا العلم والإيمان، ولله در الفرزدق مهما كررنا، حتى يقول لأحد الكبار وجهاء أمل علي هذا الذي تعرف البطحاء وطاته، فأمليت علي بعض الأجل قال هذا المدح، ما عاد بعده مدح أبدا، ما عاد على الشعران يكسروا أقلامهم، صدق
من أراد يمدح إنسان بعد الفرزق يكسر قلمه أنه يحتفظ بقلمه والله يعوضه خير في الأوراق والقصائد اللقاء. لأن علي بن حسين هذا ابنه زين العابدين، ترى يوم قتل الحسين في كربلاء كان هذا طفل علي بن الحسين زين العابدين، وجهه كان القمر ليس 14، إذا شافوا الإنسان الله أكبر سبحان الله، شافوا الإنسان قال سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كبر وصار عابد ويتصدق في الليل بالصدقات ويحمل الدقيق والزبيب والزيت ويوزعه على فقراء المدينة، وإذا جاء النهار ذهب أتى مرة يعتمر، وجاء هشام بن عبد الملك وولي عهد هشام بن عبد الملك كان أحول هشام، وجلس على كرسي من شدة الزحام، الحرم مثل السيل يدور الناس في الحرم، تعرف السيل إذا اعتنق هذا حجار شيء ما هو مهول، فأتى بالحرس والوزراء والأمراء من بني أمية هم حكام الدنيا ذاك الوقت هم الملوك، فما استطاع يطوف، قال علي حتى يخف الزحام جلسوا بنا، فجلس هو العسكر والجنود والأمراء والوزراء جلسوا على طرف وأعطوه كرسي فجلس، وبينما هو جالس وإذا بهذا الرجل الذي أقبل من باب بني شيبة معه عصا خيزران بيده لابس ثياب وجهه كالقمر ليلة 14 ريح المسك ينبعث من هناك إلى هنا، فلما رأى الناس فتحوا الطريق أخ من أنفسهم ما عنده عسكر وحده هو فتحوا الطريق وأخذوا يكبرون ويسلمون ويحيون وهذا يرحب وهذا يسلم وهذا يمد يده وهذا كذا، ففتحوا الطريق وأخذ يطوف، قال أهل الشام قاموا كلهم الوزراء والأمراء عند هشام عبد الملك أيها الأمير من هذا من هذا، قال ما عرفته شو ما عرفه، قال فرزق ما تعرفه هو ابن عمه ترى هو عاشو يسوى لكن حسدا من عندي أنفسهم بغيا وكبرا، قال فرزق ما تعرفه شاعر الدولة الفرزق شاعر العرب إذا تكلم تكلم، قال ما تعرف، قال أنا أعرفك من هو، قال من هو، قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، في كفه خيزران الريح عبق من كف أروع في عرنينه شمم، إلى آخر ما قال، قال اسجنوه 6 أشهر، فسجنوه في سبيل الله 6 أشهر، وانتشرت القصيدة وخلدت وبقي الثنى الحسن، فشكرا للفرزدق على هذا الإبداع، وصدق فيما قال، ومات هشام عبد الملك كما تبوت البغال والجمال. هنا يقول أحد الشعراء هل رد صخرا على الخنساء مأتموها، ومالك بن نوير والبكى فقدا، الخنساء بكت أخيها 30 سنة صخر، صخر هذا عجيب هو في الجاهلية وهي تماضر الخنساء أخته، وكان أخوه هذا تقول إذا أجدبنا هي متزوجة في قبيلة أخرى آتي عند أخي فتقول قال ما عندكم، قالت أجدبنا وتعندك افتكرنا أن احتجنا، قالت سيقسم الحلال بيني وبين، يأتي بالغنم إن كان 150 خذي 50، الإبل 100 خذي 50 50، فتقول لا لا أكفي، قالت قال والله إني أقاسمك حتى كثرة الخبز ولو ما أجد لجرعة المال قسمتها نصفين، فلما مات بكت عليه وأبكت وبكت الناس وبكت العجائز وبكت الكبار وبكت القبائل، قالت ولو لكثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكين مثل أخي، ولكن وعجز النفس عنه بالتأسي يذكرني طلع الشمس صخرا وأذكره لكل غياب شمسي، ويقول وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشت لنحار حمال ألوية الشهاد وأنبية الباس وأنبية للجيش جرار، وذكرت ووصفت ووصفت، ولكن ما رد عليها هذا العويل كله، بقي ميت وما رجع. إذا مات الإنسان إني كتب الله على أنهم إليها لا يرجعون، كتب الله إنما يعودون. فقد مالك بن نويرة ومتمم بن نويرة، مالك هذا قتل في معركة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأتى متمم يبكي عند أبي بكر وعند عمر ويقول فيها فليت المنايا كنا خلفنا مالكا فعشنا جميعا أو ذهبنا بما معه، يقول وعشنا بخير في الحياة وصاب المنايا رهط فترة وتبع، حتى يقول في قصيدته كأني ومالكا لطول اجتماع لمنا باثنين تمع، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل أن يتصدع
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع. فلما تفرقنا كأني ومالك لطول الاجتماع لم الاثنين كان معه. دخل العمر فبكى، قال العمر ما بالغ من بكائك على أخيك مالك وكان عنده عين واحدة والثاني ذهبت. قال والله يا أمير المؤمنين إني بكيت 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 حتى بكت الصحيحة وبكت معها العائبة الثالثة إن بكت مع الصحيحة. فقلت بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معها. كانوا أصدقاء، بعض الإخوان ترى أعداء، بعض الأخوان أعداء، لكن بعض الأخوان أصدقاء، مع أخوك من أبيك وأمك ويشكوك بمعاملة على مثل الأرض في الشرطة ويسجنك ويقول الله ينصرني عليه، أبشركم أخذت الحق منه. هذا هو، لكن أخو لك صديق يدفع دمه عنك ويدفع يعني بنفسي، يقول فداك نفسي، حتى يقول دريد بن الصمة صمة يسمى كذا عند الأدباء وعند بعض أهل اللغة صمة، ولكن الصمة القشيري. مات أخوه عبد الله، سامحوني في هذا الاستطراد قليلا، هم من قبائل الحجاز، التقوا قبيلة أخرى وكان عددهم 200 والقبيلة الثانية 2000. قال أخوه دريد كيف نلقاهم هم 2000 بكرة؟ وعبد الله شجاع وقوي وشيء مثل الأسد في الجاهلية. قال ننهزم؟ قال لا نلتقي بهم، خلنا يعني ما نحضر ولا نفر ولا نعتد، 200 أمام 2000. قال عبد الله إن نلتقي بهم والشهب والبيت ذا الخشب والنصب والحجب إن نلقاهم غدا. قال أنا معك، دريد هذا خيال وفارس يقفز من الأرض على ظهر البغلة يكسر ظهرها ومناظر ومن أشجع الناس وصاحب القفال، سوف تأتي لنا أخباره. فلما حضروا وقف عبد الله وإذا هم بالفين، فاقتتل واقتتل واقتتل وإذا بخنين السيوف من على رأس عبد الله وكسار الرمح لها ولولة وخنين شوية وإذا هو قتل ويصيح في دريد يا دريد يا دريد يعني الحقني. فأقبل دريد فشق السيوف وأخذ يطعن الخيول حتى تبدبدت، ثم قاتل مع أخيه حتى قتل بجنبه حتى جرح بجنبه، فشلوا الاثنين حملوا الاثنين في جنازة واحدة وأعطوهم أمهم عجوز في البيت. حركوا دريد ولا حي وعبد الله مات. قالت وش الخبر؟ هو العجوز أمهم. قال اسمي أمه.